كلام كتير، لكن في معظمه الحقيقة هيكون كلام جميل على قد جمال وروعة المباراة بتاعت النهاردة مع المغرب وقبلها مع كوت ديفوار، والأداء الحمد لله اللي كان يعني على قد مستوى وتطلعات الشعب المصري اللي كان بيقول دايما انه ما تبصش ان مكسب وخسارة او الموضوع نقاط، لكن الأداء، فلما يجتمع الأداء مع كمان الفوز فبالتأكيد الفرحة تبقى فرحتين. والماتش والمباراة الصعبة والقوية وإن شاء الله مواجهتنا مع الكاميرون بإذن الله، نقول خلاص بقى سقف طموحاتنا عالي، لأنه مع الأخطاء اللي شفناها سواء في كاس العرب أو في أول مشوار بطولة أمم إفريقيا كانت المسألة صعبة، وكان الكل بينتقد ومتضايق من أداء اللاعبين ومن كيروش وملاحظات على التشكيلة وعلى المراكز وكلام كتير. لأي مدى بقى الكلام ده اختلف وشفنا ده على الأرض في المباراة؟ طيب إيه الأخطاء؟ طب إيه هي الدروس المستفادة؟ إيه اللي ممكن نعمله خلال الفترة اللي جاية؟ زبوا لحضراتكم اللي شفناه مع كوت ديفوار وشفناه النهاردة مع المغرب، يقول لنا إن منتخبنا لا فعلا بجد يعني بيلعب بأداء رجولي وقتالي حتى آخر لحظة، وعايز وحاسس إن فيه، ودايما بيقول كده تبقى عارف إنك مش بتلعب باسم نفسك، أنت باسم بلدك وعايز تفرح أكتر من 100 مليون، فالكل بيبقى عينيه على المنتخب والفرحة واسم مصر، والفوز طبعا ما بيكونش بيوازيه أي حاجة في الدنيا. فألف ألف مبروك، والكباتن طبعا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم مبروك ليكم جميعا، كابتن ياسر ريان أهلا وسهلا، كابتن عصام مرعي والناقد الرياضي وليد الحديدي اهلا وسهلا. اهلا بيك، اهلا الف مبروك يا كابتن عصام. الله يبارك فيك يا استاذ ربنا، انبسطت النهارده جدا. حالة التفاؤل زادت شويه وعندي بالظبط لان كان ياسر كان بيتكلم على موضوع التشاؤم كل ما يشوف انت متشائم، هي اللي كانت بتشائم ان انا بتفائل، بقول انت متشائم، انا قلت لها التفاؤل دوت هي بس تشاؤم في ضوء ما سبق، لكن دلوقتي لا هي بتتفائل خلاص الحمد لله. اتفضل يا كابتن عصام. الف مبروك لمصر طبعا، الشعب المصري كله، لعيبه رجاله، الروح وتحمل المسؤوليه. الروح رجعت لمنتخب مصر من مباراه كوت ديفوار، ودي كانت الانطلاقه والبدايه، ودي اللي ادت الثقه للعيبه. وبعدين اتنين ماراثون بلعيبه رجاله قلبهم على قلب بعض فعلا. كيروش يمكن كان في انتقادات لاذعه للعيبه والمدير الفني، لا الماتشين دولت فعلا اثبتوا فعلا ان كيروش فعلا قراءه فنيه على اعلى مستوى، برغم ان كان النهارده كان في حوالي 3 تغييرات من 5 تغييرات كانت اضطراريه، يعني بنتكلم كمان في ابو جبل كمان انه بيخرج وهو مصاب، حجازي بيخرج وهو مصاب، كمان ايمن اشرف انذار ممكن يبقى فيه مشكله ولا حاجه، فتغييرات. لكن تلاحظي كمان يا استاذ لبنى ان كل لعيب حتى لو هو بعيد، النهارده شفنا لعيبه جايه من بعيد او بتنزل ملعب كلهم رجاله، حتى اللي بياخد 5 دقائق، يعني محمود علاء لقيناه في الملعب راجل نازل في الملعب بيأدي برجوله جدا. ايمن اشرف النهارده برغم ان في ضربه جزاء لكن برضه راجل في الملعب. النهارده لقينا رمضان صبحي موجود في الملعب، كل لعيب بينزل في منتخب مصر، تشعري ان احنا فعلا الروح رجعت لنا، وتحس ان ريحه البطوله باينه قوي من الماتشين دولت. يعني شفنا في نقطه تحول مهمه جدا في المباراه، الكره بتاعت جباسكي بتاعت ابو جبل اللي اتلعبت بالهيدرز وكانت ممكن تبقى 2-1 للمغرب، دي اتردت، دي كانت نقطه تحول فعلا وادتنا افضليه ان احنا ناخد المباراه، قلنا هنكسب الماتش دوت. والحمد لله ربنا وفقنا في جزئيه مهمه جدا هذكرها، برضه كان في انتقادات لاذعه جدا لمحمد صلاح، ومحمد صلاح خايف على محمد صلاح، لسه بيقولوا زمالك في اعداد دلوقتي انه تم اختياره كرجل المباراه. فانا بقول ان محمد صلاح يعني هو بقى هنا صلاح بتاع المباريات الكبيره، يعني المباريات الكبيره فعلا اللي عايز الحسم بيجي في الانقاذ فكان ده حاصل النهارده فعلا في الكوره اللي هي الجول الثاني بالذات، يقول الجول الاولاني يمكن اتردت لكن هو صلاح حاضر في المكان. بس عارف يا كابتن يعني بقول لك ايه، ماشي صلاح بيجي في اللحظات الاخيره، بس لازم مين اللي يخدم عليه او مين اللي يساعده ويديله علشان يقدر ان هو يعمل دي اللي احنا بنتكلم عليها في طريقه اللعب، دي فرقت برده قبل كده عن دلوقتي، ما كان صلاح بيقول لك متكتف انت ما بتجيبش جوان ليه؟ بالتاكيد وهو واصل له دوت، بس هو صلاح في ميزه كمان برغم خبراته الكبيره دي، ذكي. يعني بدأ في المباراة الكبيرة ده يتحرك كتير قوي وما يستسلمش للبوزيشن بتاعه، وتحرك كتير قوي حتى لما استلم الكرة في الجول الثاني كمان. صلاح لو واجه يبقى فيه نسبة 70-80% هدف، فصلاح لما واجه حتى في 2 بيضغطوا عليه كمان، لكن سرعات صلاح فرقت كتير جدا. فكان الجول الثاني اللي هو جول الوصول طبعا لدور الـ4 قبل الكاميرون. لكن النهاردة الحاجة السلبية الوحيدة اللي في المباراة انها كانت مباراة، كانت دايما مباراه مصر والمغرب دايما كان بيبقى فيها شد وجذب، النهارده كانت مباراه عصبيه جدا، لعيبه المغرب فعلا كانت فعلا. لا طب خلينا هنتكلم في السلبيات بالزبط. وفي الشده وفي التحكيم كمان، هي دي النقطه اللي كنت بتكلم فيها، لانه بس خلينا الاول في الانطباع الايجابي بشكل عام كابتن ياسر. بص يا مدام لبنى، هو يعني البطوله كنت بتكلم مع الكابتن عصام، البطوله دي بتفكرني ب 98، انا شاركت في 98 افريقيا بطوله كاس،
الاجواء كلها واحده وقريبه جدا. اول 3 مباريات كسبنا او كان شكلنا كويس، بس ولعبنا في المباراه في لعبنا في البطوله لعبنا كوت ديفوار ولعبنا المغرب ايا كانت النتائج يعني احنا كسبنا كوت ديفوار ولعبنا المغرب خسرنا منها، وكنا قلقانين نروح اتجاه تاني اتجاه تاني احنا مش عايزين نلعب بوركينا فاسو اللي صاحبه الارض ونخش مع كوت ديفوار، خدنا الطريق ده وكسبنا. فالحمد لله يعني الطريق ماشي زي ما كابتن حسام كان الطريق ماشي ماشي كويس جدا لينا. اللعيبه زي لو رجعنا شويه لاول 3 مباريات احنا كنا زعلانين ومدين، بس انا كنت بقول البطولات المجمعه بتبقى الاداء فيها في الاول مبقاش التجانس مع اللعيبه والخبرات مع المجموعه الجديده مع المجموعه القديمه، كل ده اجواء بتبقى لسه جديده. فكل ما انت بتقرب من البطوله وخاصه انت العناصر الموجوده معاك كويسه، بس كانت ممكن ادائهم مش يعني مش لم يرضى الشعب المصري. كنا بنقول ما بيلعبش في مراكزهم، في لاعبين اول مره مسابقه لا يعني مباريات دوليه لسه ما على بعض بالظبط. عشان كده لما جينا بص بعد كده لقينا المجموعه بقت توليفه بقت كويسه وبقى التجانس موجود والتمركز بتاع اللعبه كل واحد بيلعب في مكانه الطبيعي، وبدا كل الروح اللي هم حسوا كمان ان ضبط الشارع المصري مش عاجبهم ولا الاداء، حتى كانوا بيكسبوا ويقول لك لا الاداء مش كويس، كانوا قلقانين، كلنا كنا قلقانين ليه؟ اللي احنا طول ما الاداء مش كويس اكيد في وقت من الاوقات هتطلع من البطوله وهتخسر، لكن احنا لما شفنا مباراه كوت ديفوار الاداء وبتوصل معاهم اكسترا تايم وتوصل ضربات جزاء ده انجاز، وكان والحمد لله ربنا وفقنا معاهم. جينا مباراه النهارده مباراه المغرب مباراه صعبه، فرقه بلغه الكره كده شمال افريقيا من الفرق اللي بتبقى رزل، عارفينهم وعارفيننا طريقه لعبهم والاسلوب، حتى النهارده هم كانوا بيعتمدوا اغلبيه لعبهم الكور العرضيه عشان هم بيبقوا حاسين اللي احنا في الجزئيه دي احنا مش متوافقين عليه. ومع ذلك النهارده الروح كان يعني كل واحد كان بينزل كان بيأدي. اداء محمد صلاح كل الناس كانت مختلفه عليه من بدايه البطوله، انا بقيت محمد صلاح اهم لعيب في منتخب مصر. ليه؟ عشان محمد صلاح طول ما هو موجود كله بيعمل له حساب، فده بيفرق معانا انا كمدير فني وبيفرق معانا كلعيبه، اللي هو بيشيل حمل من عليا كبير وانا اللي بستفاد منه، اللعيبه اللي حواليا اللي بتستفاد منه. عشان كده تلاقي محمد صلاح كل المنتخبات بتركز عليه اللي يمسكوه ويبقى مضغوطين ضاغطينه وتلاقي الدنيا لو يخلصوا يتصوروا معاه اكيد عشان كده الناس يقول لك ومحمد صلاح النهارده اللي كسب منتخب مصر محمد صلاح، واللي الماتش اللي فات هو بيعرف حتى بيعرف يتعامل مع الحكام. بس عارف كابتن صلاح نفسه قال يعني اصل حته اللي كسب صلاح ما دي تاثر بالسلب على باقي الفريق، فاكر لما كابتن صلاح اتكتب وقال من فتره من كام يوم لك ما تشجعوش اسم حد احنا المنتخب كلنا مع بعض علشان الروح دي. احنا مش بنتكلم اللي محمد صلاح هو بس، اما يكون عندك لعيب بقيمه محمد صلاح لازم زي ما الناس انتقدوه كتير مفهوم. لازم ياخد حقه طبعا. يعني احنا لما في الانتقاد انتقدوه في انجلترا على الماتش ما انا هقول لحضرتك على حاجه، هو اشمعنى لما احنا كنا وحشين كنا سايبين المنتخب كله ماسكين منتخب محمد صلاح مظبوط؟ لما هو يبقى كويس نديله حق عندك، بس هو لعيب من ضمن المنظومه اللي موجوده طبعا. بس لما يبقى كويس لا نقول كويس، لما يبقى مش موفق نقول مش موفق، وخاصة يعني اللعيبة اللي حواليه كلها أنا متأكد اللي هم أصلا فرحانين بمحمد صلاح. طب ده كابتن صلاح مين برضو النهاردة عمل اللي عليه؟ تريزيجيه هم طبعا كلهم عشان من أبو جبل ما كانوش عايز يظهر لآخر دقيقة مصاب وعايز يلعب وهو مصاب. بس أنا عايز أقول له برضو من خلال الدراسة ما ينفعش وأنا مصاب أي روح كويس يعني وأداء كويس، بس أنا ممكن أضر فرقتي، ممكن يبقى في تراي مثلا معين أنا هعمله هنطمع الفريق التاني فين بالظبط كده. لكن هو بقى عمل اللي عليه، محمد صبحي بقى نزل كان أداء يعني هو نازل في وقت طبعا بيبقى صعب بالنسبة لحراسة المرمى، كل اللي نزلوا كمان اللي زيزو وأيمن أشرف حتى الكرة اللي هو أنا كنت مش حابب اللي أيمن أشرف يبقى موجود من ضمن التلاتة اللي موجودين في وسط الملعب. أنا أول ما شفت التلاتة كده ما ينفعش أيمن أشرف ممكن لعب باك ليفت ممكن تحطيه سيرد باك، لكن الديفندر ده تبقى صعبة له خاصة في بطولة قوية زي دي. تمام. طيب كابتن وليد يعني برضو قول لي كده شفت الماتش ازاي النهارده؟ هو طبعا خلينا ناخد من خيط صلاح بس، لان البطوله دي الحقيقه اول ملامح شخصيه قياديه بتاعت محمد صلاح مع منتخب مصر بتظهر في البطوله دي، لان كان في كلام على فكره شرط القياده ولازم بالاقدميه وغيره. محمد صلاح قدم لنا نموذج لقائد منتخب في البطوله دي في تفاصيل كتير جدا. لو بتتكلمي في تفاصيل الشخصيه فمحمد صلاح بيجمع الفريق بيدافع عنهم، وشفنا طبعا في المؤتمر الصحفي اللي حضرتك اتكلمت عنه، وفكره توحيد صف الجماهير وكاريزما محمد صلاح لما بيكلم الجمهور فالجمهور بيثق في كلامه وبيمشي وراه. تفاصيل المباراه نفسها و و
اللقطات الكتير اللي كان الحكم فيها ما كانش على المستوى، ووقوف صلاح ودايما بيتكلم مع الحكم، وده دور القائد، دي برضو ملمح من ملامح الشخصية القيادية. القيادة الفنية بقى في الملعب، وازاي قدر النهاردة يحرز هدف ويرجعك للمباراة ويصنع هدف برضو بطريقته وبشخصيته وبمهاراته اللي كلنا معتادين عليها في الدوري الانجليزي. فملامح قائد منتخب مصر عند لاعب بقيمة وحجم وكاريزما صلاح، دي إضافة للمنتخب وبتساعده في مواقف كتير زي النهاردة. بشكل عام أنا الحقيقة ما كنتش في أي لحظة من اللحظات كنت متشائم لمنتخب مصر، سواء ما قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية أو أثناء البطولة في البداية أو حتى بعد طبعا الانطلاقة والهزيمة قدام نيجيريا، وكان عندي أسبابي. هو الكارلوس كيروش عموما كمدرب كمدير فني احنا عارفينه من زمان، من بداية التسعينات وفي كل مراحله، وانا كنت متابع جيد ليه. يعني هو الحقيقة فنيا راجل بيجيد التعامل سواء على مستوى البطولات المجمعة او غير المجمعة، عنده في تاريخه مراحل نجاح كتير جدا سواء مع منتخبات او طبعا بعض الاوقات مع الاندية، بس تحديدا المنتخبات. هو مدرب منتخبات وبيعرف يتعامل، وشفنا ده مع منتخب ايران في حوالي 8 سنين كان معهم مرتين في كاس العالم وكان بيظهر بشكل كويس جدا. شفنا ده في فترة من الفترات مع منتخب البرتغال، وحتى مع المنتخب الكولومبي في البداية قبل الهزيمة اللي خلته يقال. يعني كشخصية كيروش الفنية ما كانش عليه كلام، هو بس كان عنده مشكلة واحدة، ان هو عنده مساحة ما من عنده الاستبداد بالرأي، وهو ده العيب الوحيد في شخصيته، واحيانا ده بيأثر على قراراته الفنية. لكن لما كيروش بيستبعد المنطقة دي من شخصيته وبيتعامل بشكل طبيعي ومنطقي وعلى الارض، فتأكد ان انت عندك مدرب كبير، واثبت ده الحقيقة في المباراتين اللي كان لازم يبقى فيهم شغل مدرب. الراجل بعد المباراة معلش انا هقول لك على حاجة، اسفل قطعتك، بس استاذ حسن بستكاوي كان معانا امبارح الحقيقة، وفي النقطة بتتكلم فيها دي، قال الانتقادات كانت كتيرة لكيروش وسمع منها وخد، وكان المفروض اصلا يعني ما يستناش ان احنا ننتقد يبقى ليه رؤية، لكن انجازه والمكسب بتاعه انه ما نقدرش نزيد على الناحية التكتيكية بتاعته، ان دي حرفته ودي بتاعته مش بتاعتنا احنا حتى كنقاد، هو قدر يعمل ده لوحده زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. بتفق طبعا مع استاذنا حسن المستكاوي، يعني في الرأي ده اعتقد ان احنا متفقين. زي ما قلت لك، هو بعد المباراة التالتة قدام السودان قال النهارده بدأت بطولة الأمم الأفريقية. كل المنتخبات الكبيرة في العالم بتتعامل مع الأدوار الأولى في البطولة على انها تحضير لما بعد. تمام. تحضير للصدمات الكبرى. قدام كوتيفوار عمل مباراة عالية جدا، لغى خط وسط منتخب كوتيفوار برقابة واحد لواحد، التلاتة اللي نزلوا حمدي والسلية والنني لغاه تمامه، ده كان مصدر التوزيع الهجومي بتاعهم. هم عندهم أجنحة وراس حربة ممتاز جدا، لكن في الآخر اللي بيبني اللعب وسط الملعب، فبقى بيجبر الاثنين قلب الدفاع انه يلعب الطويل فتقطع او يحاول يكمل فتقطع. النهاردة قدام المغرب عارف انه ما كانش منتخب وسط ملعب قد ما هو منتخب جبهات، قفل على اشرف حكيمي. طبعا متفق مع كابتن ياسر ان ايمن اشرف ما اداش الى حد ما الدور المطلوب منه في المكان ده، بس هو كان نازل عشان يقفل على جبهه اشرف حكيمي اللي هو السوبر ستار، هو محور الاداء الهجومي منتخب المغرب. طبعا للاسف كان التدخل بتاع ركله الجزاء بدري يعني غير شويه شكل المباراه، لكن وبتسرع وغير مبرره يعني. طبعا بدون هو كان تدخل متهور الحقيقه. بس انا يعني في تاريخ كده مشاهداتي، وكابتن عصام وكابتن ياسر اكيد برضو ليهم خبرات، احنا ما اعتقدش ان احنا قدام المغرب او منتخب بهذا الحجم جزائر وتونس ان احنا كنا متاخرين وعرفنا نرجع للمباراه. دي شخصيه لاعبين وشخصيه مدرب وقراءه جيده، فلازم نحيي المجموعه كلها، المنظومه كلها، من اول كارلوس كيروش لحد كل لاعب لحد الجهاز الفني، لاننا بجد نستحق المكسب ده. احنا كنا افضل من المغرب، وباذن الله نكمل المشوار لحد النهايه ان شاء الله. كابتن عصام، ايه بقى الحاجات، المشاكل او السلبيات او الحاجات الغلط اللي شفتها النهارده في الماتش، عشان نقول بنتعلم عشان اللي جاي عشان الكاميرا؟ هو هبدا من جزئيه. كنت الاول عايز اتكلم على التحكيم. التحكيم اولا، انا دلوقتي بغض النظر يعني، لكن انا عندي دلوقتي مباراه في الفاصله في تصفيات كاس العالم مثلا مع السنغال، الحكم سنغالي بغض النظر يعني، انا دلوقتي بلعب في بطوله مختلفه وبطوله افريقيه، لكن الحكم السنغالي كان متحامل جدا جدا على اثنين لعيبه، بالاخص بخص النني وبخص محمد صلاح اللي عندهم خبرات كبيره جدا جدا في الدوريات الاوروبيه، وفي نفس الوقت خرجوا عن شعورهم وتوتروا جدا، وبالتالي لما بشوف ان القائد بالنسبه لي محمد صلاح ولا بشوف النني بيخرجوا عن شعورهم، فبالتالي اللعيبه اللي لسه موجوده محمد عبد المنعم ولا لعيب فتوح يعملوا ايه في الملعب؟ فالحكم كان ممكن يوصل منتخب المغرب ان كان ممكن بيحاول بقدر الامكان انه يقرب كتير قوي منتخب المغرب لمنطقه الجزاء عندنا بشكل كبير جدا. دي كانت نقطه كانت واضحه جدا، فاولات كتيره قوي كانت لصالحنا ما كانش بيحسب خالص. هو الفار في الطرد مش في الانذار. هو حتى كمان ما كانش بيرجع للفار خالص. يعني خالص تماما. لكن اللي انا عايز اقوله كل الحاجات اللي جوه الملعب. الجزئيه الثانيه في التكتيك،
التكتيك نفسه لكارلوس كيروش. كارلوس كيروش زي ما ذكر وليد مهم جدا وياسر في نقطه مهمه جدا. انا بتكلم على جزئيه ايه، هو في البدايه كان عايز يطبق فكره هو، بس فكره ده ما نجحش. يعني هو لسه ما يعرفش المنتخب المصري معانا ينفع مع حد تاني، بس احنا متعودين عشان لكن هو رضخ بعد كده يعني هو بدا يتعامل بعد كده بواقعيه، لما بدا يحط زي ما حتى ياسر قال كل واحد في مكانه، بدا يلعب بتكتيك معين بشكل معين. قبل كده كان في افتكاسات وكان دي حقيقه كان في افتكاسات وفي تاليف بالبطوله العربيه، وبعد كده في الادوار الاولى بشكل كبير جدا، واحنا عدينا بصعوبه باداء باهت. لكن لما وصلنا لكوت ديفوار هو هنا عارف يلعب صح، يبقى هنا نواحي تكتيكيه مش مجازفه بقى دي. لا هو لو هيجازف مع كوت ديفوار نخسر ماتش خلاص. لكن انا بقول الثقه نفسها رجعت للعيبه من بعد ما احنا عملنا مع كوت ديفوار ماراثون وكسبنا ضربات الجزاء، اصبح هنا في كلمه نقدر. في الدور الاولاني ما كناش نقدر، لكن لما كسبنا كوت ديفوار، لان دي انا بقول عليها بطوله المفاجات. ايه المفاجات اللي في البطوله؟ ان حامل اللقب بيخرج من الدور الاولاني، الجزائر حامل اللقب بالمجموعه المحترفين، كتيبه المحترفين كان بيخرج. الاثنين اللي كانوا مرشحين نيجيريا وكوت ديفوار كانوا مرشحين بقوه على البطوله، خرجوا. وبعدين ادي المغرب كمان بيخرج بغض النظر ان هو بيلعب منتخب مصر، احنا اسياد افريقيا. لكن هو ده المعدن الحقيقي لمنتخب مصر في البطولات المجمعه زي ما بنقول. ياسر بيتكلم في جزئيه مهمه ذكرناها في 98 بوركينا فاسو، لما الكابتن جوهري رحمه الله عليه وهو ماشي قال احنا ممكن ترتيبنا يطلع ال 11 ال 12، احنا مش مرشحين ناخد البطوله. لكن كان في انتقادات لاذعه للمنتخب ده بشكل لا تتخيليه. منتخب ده وحسام حسن كان هيبطل في البطوله دي. ازاي تاخده معاك وازاي كذا، هو طلع هداف البطوله طبعا. لكن البطولات المجمعه بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ان احنا بيتقفل علينا. فلما بيتقفل علينا بتلاقي انت بتمشي تصاعدي، يعني بتمشي الادوار الاولى دي لان في تعويض، بتخرجي بتتعاملي بقى كمان بتطلعي كل الباور عندي كمان. التفاعل في البطوله بيبتدي بنعلى في المستوى الفني، نبتدي نتعامل بقوه، يظهر المستوى الحقيقي للمنتخب المصري. البدايات ما بتبقاش قويه على ما بيحصل التجانس والانسجام. احنا مش لعيبة معسكرات وفي تدريب، ما هو بيبقى احنا لعيبه كبيره قوي، لعيبه كبيره، بس احنا معظمنا انديه ففي تجانس وانسجام. لكن اول ما بنيجي نخش منتخب التجمعات بتبقى حاجات قليله بسيطه جدا. لكن بنقول ليه المجمعه مش الماتشات اللي هي المفتوحه اللي هي المباراه الذهاب والاياب ماتشين؟ لا، بطولات مجمعه احنا قاعدين شهر مع بعض مقفول علينا، فمقفول علينا دي بتلاقي بنقدم مستوى قوي جدا، نتفاعل مع البطوله نعلى وكل ما بنكسب ماتش نكسب اللي بعده. مش كده وصلنا في بوركينا فاسو في النهائي كمان مع منتخبات قويه، هي نفس المنتخبات وخدنا البطوله. البطوله دي نفس الشيء، انت بتقصي منتخب كوت ديفوار المرشح ياخد البطوله بمحترف 25 محترف عن 6 محترفين النهارده. معلش يا كابتن انا اسفه، اعذرني على جهلي يعني، بس هو ده المبدا ده بينطبق على كل المنتخبات ولا المنتخب المصري هو حاله فريده في ده، اللي هو ساعه لما يتحط علينا ضغط يقول لك مثلا المصري ضغط وخلاص حياه او موت يعمل حاجه يعني. الفكره دي على الكل ولا احنا بس؟ لا احنا بنذكر في التاريخ، التاريخ نفسه من خلال البطولات نفسها على طول كده. احنا في الاخر بنشد هي اللي بنبتدي نمشي مع البطوله، نتفاعل ليها، بنعلى، بنوصل للادوار نصف نهائي وربع نهائي والحاجات دي كلها، بنبقى مستوانا عالي جدا. تاريخ بيقول كده. طب مع التاريخ بقى، طبعا من امبارح للنهارده الكل على السوشيال ميديا جايب تاريخ المواجهه مع المغرب، وان ما كانتش ابدا لصالحنا يعني، كان دايما هم ليهم يعني الاتقل في المواجهات. فايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ مش اللي حصل يعني، انا شايف اللي منتخب مصر اللي الانتقادات اللي خدوها الفتره اللي فاتت كانت شديده جدا. فبرضه هنلاقينا كلنا احنا كوليد والكابتن عصام لما بنتكلم هتلاقي نقطه واحده بنتكلم فيها، الحاجات اللي بتبقى مجمعه واللعيبه بتقعد مع بعض ويفهموا بعض كويس قوي. انا قلت لك كواليس قبل ما حتى ما نروح بوركينا فاسو، كنا في بطوله في تايلاند وحسام حسن ما كانش موفق فيها وعايز يمشي من مطار، قصص كبيره، والكابتن جوهر يحاول يلم المجموعه، الموضوع مش سهل. ورحنا وخدنا البطوله. لما انت البطوله زي اللي احنا موجودين فيها دي، انا شايف البطوله بلغه الكره ماشيه معانا وماشيه بشكل كويس. الاداء ما كانش كويس، لكن كل ماذا كل ما بتقرب البطوله لا بتقرب لنا كويس. فكل اللي انا عايز اقوله ايه، احنا عندنا ماتش المغرب ده كلنا قلقانين كلنا منه وكنا متخوفين منه. اللي تخافي منه هو اللي لا مفيش احسن منه زي ما بتقال. فما تخش على مباراه زي مباراه المغرب وتخش بالشكل ده ونبقى قلقانين، القلق بيبقى كويس بيخلي اللعيب طلع احسن ما عنده بقى.
اللعيب يبقى حريص على اللي هو كويس قلقان حتى يبقى تركيزه اعلى من التركيز العادي. يعني خلي بالك بيبقى في ماتشات مهمه كده اللعيب بيبقى حريص جدا اللي هو بيذاكر المباراه وقاعد بره وقاعد في الاوضه بتاعته وغرفته، فعشان كده وبرده اللعيبه مش عايزه تخرج من الدور ده حاسين اللي هو الشكل مش العام مش هيبقى بالنسبه لهم كويس والناس هتبدا تنتقد تاني، طبيعي الانتقاد ده بالنسبه لهم. عشان كده لما كابتن عصام اتكلمت على مستر كروش على الطريقه والتكتيك 4-3-3 هو نفس طريقته ونفس التكتيك، بس هو كان عارف هو لسه مش متعايش مع الفرقه كويس. النقطه بقى اللي انا كنت عايز ادخل وحضرتك بتتكلم اتفضل ايه يا مدام لبنى؟ اتفضل. لاحظ اللي الراجل ده بدا يسمع للجهاز الفني اللي معاه. انا عايز اقول هي دي اللي انا عايز اقولها. ليه بقى؟ اول افتكاسات. خلي بالك ليه بقى؟ انا لاحظت الكابتن ضياء السيد لما طلع في اخر حوار ليه بين سبورت ما كانش بيظهر. ظهر المره دي وطلع بيتكلم لما هو بيتكلم حتى على المكافاه وبمداعبه يعني على قناه من القنوات. هو مبسوط، هو حس اللي بدا يبقى له دور. محمد شوقي له دور، عصام الحضر له دور، هو حس ان الراجل بدا يسمع لهم، خلي بالك من دي برضه. اخد بالي احنا فاكر لما المره اللي فاتت قعدنا نتكلم على دور الجهاز الفني، قلت له دوره استشاري لكن هو رايه حلو على فكره. دلوقتي هو رايه استشاري برضه بس اتخذ بيه بقى او يعني سمع بيتخذ بيه يسمع. هو عارف وهم اكيد وصلوا له موضوع النبض الشارع عندنا والنبض الاعلام المصري، حاول تشركنا هنقول لك راينا وفي الاخر اعمل بيه ما تعملش بيه. فواضح اللي فيه حوار دلوقتي بيبقى موجود، والحوار ده لمصلحته هو كمان كمدير فني. ليه بقى كانت اسهمه اصلا تقل دلوقتي كل مدى الناس حتى لو ما كملناش لا قدر الله حصل ما تقدرش تقول ايه انا همشيه. لا خلاص انسى الكلام ده بقى، خلينا نركز في الماتشين الجايين. عندنا الماتش اللي جاي الكاميرون وعندنا بعد كده كيروش النهارده قبل مباراه المغرب قال للعيبه عايزين نفس الاداء ونفس التكتيك بتاع مباراه كوت ديفوار، فواضح ان ده كده هيبني عليه. اوكي بص يا مدام احنا لعبنا لعبه الكره دي خلي بالك التوفيق وعدم التوفيق. طبعا انت ممكن تعملوا كل حاجه وبتاخد بالاسباب لكن ممكن تنزلي حاله اللعيبه عامله ايه؟ حالتنا احنا كلاعيبه عاملين ايه؟ ممكن يكون انا من شد العصب، انت شايف ابو جبل النهارده طلع بسبب الشد العصب او الله اعلم الشناوي، كل ما انت بيجي عليك الضغوط الامور بتبقى صعبه عليك. فاللعيب انا عايز اقول لهم من خلال حضرتك عملتوا اللي عليكم واديته بشكل محترم، والماتشات اللي جايه برضو الماتش اللي جاي انت بتلعب الكاميرون احسن الكره فيها غالب ومغلوب، اعمل اللي عليك وادي والنتيجه دي بتاعت ربنا. بس انت ما تحس ان الناس في مصر حاسين ان انت عملت او انت لو خد ولا كنا خرجنا من اول 3 ماتشات احنا كنا زعلنا ولا اداء ولا شكل ولا كل ما انت بتقربي يعني ماتش كوت ديفوار لو كنا خرجنا ما كناش هنزعل. ماتش النهارده عملنا اللي علينا، هو ده اللي المفروض في كره القدم، لكن انت مش طالبين منه اللي هو بنقول ايه ما بنشوف الاداء حلو والمباراه حلوه والفوز ما كانش في نصيبنا قول معلش الحمد لله هارد لك بس انتوا كنتوا رجال وعملتوا ماتش حلو. زي الجزائر لما طلعت كده شفت الشعب الجزائري ازاي احتفى بيه، حاجه رائعه. ما هو رائع بس هم من جواهم برضه من جواهم زعلانين، بس ان هو برضه يقول لك بيشد على ايد المنتخب بتاعه ويقول له شكرا انت عملت اللي عليك. خلي بالك هم عنده رصيد واخد قبلها بطوله العرب واخد كاس افريقيا وكان وصل تقريبا هو وصل كاس عالم في انجازات. بس عايز اضيف الجزئيه دي اللي انت ذكرتيها مهمه جدا وكابتن ياسر ذكرها نقطه مهمه بتاعت الاستقبال بتاع الجزائر. انا بتخيل ان بعد الدور الاولاني لو مصر خرجت كنت هتشوفي لكن هنشوف حاجات صعبه. شوفي بقى انت عندك مثلا لو حصل في مصر ان جه مثلا وزير رياضه وجه استقبل المنتخب شد على ايديهم عشان في بعد كده في تصفيات كاس عالم وكل الكلام ده مش احنا مش لكن انا لفته جميله جدا جدا بالنسبه لوزير رياضه هناك في الجزائر وبالنسبه لاستقبال المنتخب الجزائري لان هم بيبصوا لقدام يعني ما بيتعاملوش بالقطع لكن عارفين ان هم لعيبه كويسه قوي لكن مش موفقين لكن هم لسه عندهم ارتباطات ثانيه. عارف يا كابتن عصام بعد اذنك وليد احنا عندنا الاعلام هنا في جزئين، في جزء بيساند وبيدعم وفي جزء بينتقد الجزء الاكبر وجزء بينتقد، فالناس اللي بينتقد ده الاغلبيه بيسمعوا له فما تيجي معلش خلينا واضحين بيسمعوا له ايه؟ يبقوا مبسوطين من فلان بيطلع يتكلم يا عم مش عارف ايه، فهتلاقي لما تيجي تعمل ده حاجه محترمه. طب انا هلجا لك يا استاذ وليد دلوقتي ويعني تحكم ما بيننا في الموضوع. هلجا للفار. الفار عندك انه الانتقادات كانت كبيره والهجمه والناس كانت متضايقه واعلام رياضي شغال والكلام ده كله، بس انت عندك احتمالين انه
الانتقادات دي في الاخر سمعت عندي كروش، واللاعبين في الاخر حسوا انه الناس غضبانه ومتضايقه فبداوا ان هم يتحركوا. ده خيار او سيناريو. سيناريو تقول لك لا، ده ممكن يجي بالعكس، وانت لازم تكون مع فريقك والانتقادات دي مش مطلوبه ولازم انك تشجع وتأيد مهما كان. اي الراي؟ شوفي، احنا بدايه الموضوع كله احنا كنا بنعاني من عدم شفافيه في تجربه كارلوس كيروش، لان الراجل ده لما جه مصر واتفق مع الاتحاد السابق طبعا بقياده الاستاذ احمد مجاهد، كان ساعتها مشي كابتن حسام البدري، وكان عندنا مباراتين ليبيا في تصفيات كاس العالم، ومباراتين ليبيا دول كانوا هيحددوا مسارنا في تصفيات كاس العالم، يا اما نكمل المباراه الاقصائيه اللي احنا صعدنا لها يا اما نخرج تماما. فكان الكلام مع الراجل والاتفاق انت جاي علشان نعدي ليبيا ونكمل نصعد كاس عالم. فهو ده كان هذا الاتفاق اللي لم يعلن للراي العام، لكنه عند كيروش اتفق على كده. فبالتالي الراجل لما دخل البطوله العربيه وكان واضح قبل ما يدخل البطوله العربيه، انا داخل بطوله اجرب، وهي طبيعي بطوله وديه، فطبيعي ان انا داخل علشان اكون جيل تاني، صف تاني وصف تالت، علشان اقدر في البطولات الرسميه اللي هي بالنسبه له كانت كاس العالم، ان انا اقدر الاقي منتخب. حاضر يا كابتن عصام. معلش طب مقاطعه بسيطه. طبعا طبعا. لا احنا بنتحاول. اللي عمل كده اللي قال له كده ده يتحاسب. ده يتحاسب. انا بقول لك معلومات. لا يعني هو بيتكلم بيتكلم صح. اللي قال له خش وبعدين تصفيات كاس عالم وتوصلنا كاس عالم، لكن احنا انت مش مسؤول عن بطوله عربيه او كاس امم افريقيا. ده ما اكتب بقى. ما هو اسمها يعني ايه العقد كده؟ يعني خلي بالك العقد بيقول كده كمان. لا يعني ده فالمهم ايه، كان عايز جيل تاني. فالبطوله يعني العربيه كل المنتخبات كانت بتتعامل معاها لانها بطوله اعداديه ومفروضه علينا عشان الفيفا بيجرب ملاعب قطر وقصه كده. احنا بس سخونه البطوله والنقل التلفزيوني فحسيتنا ان في بطوله وسخونه المباريات، فاحنا بدانا نتشد معاها وكاننا رايحين ننافس على اللقب. واحنا صعدنا مربع ذهبي في الاخر، خسرنا من تونس في السيمي فاينل بهدف عكسي في اخر دقيقه لعمرو السوليه، وكنا على قطر وان سايد جيم وخسرنا ضربات ترجيح. المهم ان البطوله العربيه كانت سبب في اننا نلاقي لاعب زي محمد عبد المنعم دلوقتي ومرموش. بيحمل طبعا مرموش ما لعبش البطوله العربيه فما قبل في مباراه ليبيا. عمر كمال كان اكتشاف في مركز الباك اليمين وبيلعب لما اكرم توفيق خرج. النهارده مع ان التجربه متوسطه، مش هقدر اقول ان ايمن اشرف النهارده ادى ثالث نص الملعب ب 100%، لكنه كمان جربه في البطوله العربيه، والنهارده لما غاب عنك حمدي فتحي فاشتغل بيه النهارده. انا اقصد انه خدم البطوله العربيه اللي هو عايزه زي اي مدرب منتخبات في العالم. يعني ده كان مكسب بالنسبه لنا. انا عن نفسي كان مكسب. دي الحاجه الايجابيه. انا اللقب هو فارق مع الجزائر، اللقب هو خدوا البطوله العربيه فارق معاهم قوي، ولا اي شيء راحوا كاس الامم الافريقيه خرجوا من الدور الاول. بطوله الامم الافريقيه هو الراجل دخل مباراه نيجيريا وجرب حاجه غريبه جدا، هو تكتيكيا عك تكتيكيا، انا متفق تماما. واحد اهم اسباب خسارتنا قدام نيجيريا هو كارلوس كيروش، وانا بقى بتفق مع حضرتك في الاختيار الثاني، ان الانتقادات ورد الفعل العنيف جدا بعد مباراة نيجيريا كان سبب في ان هو يراجع افكاره ويوصل لقناعة ان مش اي حاجة تيجي في بالي، اي فكرة تطرقع انفذها. بالمناسبة فكرة الدفع بمصطفى محمد كجناح ومحمد صلاح يدخل كراس حربة اتنفذت في بعض اوقات في مباراة كوت ديفوار ونجحت، بس مش طول المباراة تعمل كده. يعني مثلا لو تتذكر يا كابتن ياسر التسديدة بتاعت محمد صلاح اللي بالشمال اللي كانت هتيجي جون والجون طلعها، دي مصطفى محمد اللي نزل دافع في وسط الملعب وصلاح دخل بقى مهاجم صريح، وعمرو السوليه كان فتح في الجناح، وعمرو السوليه مصطفى محمد قطع، عمرو السوليه خدها وصنعها لمحمد صلاح ولعبها. مش ثابته. أيوة. بالظبط بالظبط. انا عايز ابختك بس مش طول الوقت كده. فهي دي كانت الغلط. بعد كده مباراه غينيا بيساو احنا كنا احسن في الشوط الاول وضيعنا فرص كتير، جينا هدينا في الشوط الثاني. نفس الحكايه السودان، كنا احسن الشوط الاول وضيعنا فرص كتير وكان شكلنا حلو. البطوله مش سهله وانت بتنافسي النهارده جامبيا بتوصل دور 8، غينيا الاستوائيه بتوصل دور 8، الجزائر بتخرج، وغانا بتخرج، وكوت ديفوار بتخرج، ونيجيريا اللي كانت مرشحه من بدايه كل المواقع الاحصائيه، انا كنت بتابع قبل البطوله مرشحه نيجيريا لان كانت ارقامها هي الافضل بين كل المنتخبات. انت طريقك الاصعب نيجيريا المرشح الاول معاكي في المجموعه، تصعدي تلاقي كوت ديفوار المرشح بكل نجومه دور 16، تصعدي تلاقي المغرب بكل نجومه مرشح دور 8، وبعدين تقابلي الكاميرون المرشح صاحب الارض، فانت خطي الطريق الاصعب، ومع ذلك تفوقتي على الكوت ديفوار وتفوقتي على المغرب. واعتقد ان احنا بالشكل ده وبطريقه الاداء دي وبالروح دي طبعا، لان اللعيبه تتحمل مسؤوليه زي ما كانت تتحمل مسؤوليه الخساره قدام نيجيريا والشكل الوحش، هم كمان لازم نقول لهم شابوه على الروح والاداء النهارده. فبالنسبه لي انا متفائل
مش بس عشان كسبنا المغرب ولا كوت ديفوار، عشان انا شفت منتخب مصر بالشكل اللي انا كنت اتمناه واتمنى يكمل على كده. ان شاء الله نكمل على كده، ويمكن بعد الفاصل نتكلم على المواجهه المقبله مع الكاميرون، واكيد برضو لازم نرجع ونبص على ماتش النهارده ونجوم المباراه والوجوه الجديده اللي يعني قدرت انها يعني يبقى لها كده بصمه في المباريات اللي فاتت، سواء المره دي او المره اللي فاتت، ونتكلم اكتر مع ضيوفنا كابتن ياسر ريان وكابتن عصام مرعي والناقد الرياضي وليد الحديدي. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية، ولسه الفرحة هي العنوان بعد طبعا متابعة مباراة مصر والمغرب بالأداء المتميز والرجولي الحقيقة واللي فرح كل الجماهير وفرح الشعب المصري. بجد تحيتي بضيوفنا في الاستوديو كابتن عصام مرعي والناقد الرياضي أستاذ وليد الحديدي وكابتن ياسر ريان، أهلا بكم مرة تانية. وقبل الفاصل كنا بنتكلم بقى إن إحنا عايزين نتكلم على اللي جاي على الكاميرون، بس قبل ما نتكلم على الكاميرون خلينا في أجواء ماتش النهاردة، لأن دايما بنقول بنركز على حاجات بنبني عليها دروس مستفادة بالنسبة للمباريات القادمة. الأول كابتن ياسر يعني نتكلم على اللعيبة، اللعيبة نفسهم وقد إيه، إذا كنا بنتكلم على كانت المشكلة التواجد في المراكز ولا لأ، التحرك عامل إزاي، التنسيق مع باقي اللعيبة، يمكن كانت أكتر حاجة الناس كانت خايفة منها الدفاع، يقول لك أصل عندنا في الدفاع مشكلة، هو منعم وحجازي ولو حصل أي حاجة لا قدر الله إلا على الدكة مش بنفس القوة، مع عودة الوجه أو الدفاع بشكل عام أنت شفته إزاي؟ بص أنا هقول لك على حاجة، يمكن الأستاذ وليد اتكلم في نقطة مهمة جدا، وإحنا انتقدنا الراجل وهو في البطولة العربية. أي هي بطولة بشكل ودي، بس الجمهور عندنا جمهور مصر اللي كان موجود في قطر هو اللي خلاها تبقى تتنال عندنا بشكل رسمي. بس هي في الأول وفي الآخر بطولة مش معتمدة من الفيفا. طيب. صح ولا غلط؟ احنا لو جينا بقى للبطولة نفسها والاجواء اللي موجودة حاليا، الراجل عمل ايه لما جرب بعض اللعيبة استفاد منهم، استفاد محمد عبد المنعم، استفاد عمر كمان ابو واحد، واستفاد كمان كان في موجودة لعيبة كويسة، بس كان زي احمد رفعت كان ماشي كويس يعني في بقى حتى زيزو يا كابتن بيلعب مع الزمالك يمين، هو النهارده جربه في وسط الملعب وفي الشمال وبيستفيد حلو بيه يعني هو استفاد. لما استفدنا ورحنا نقلنا البطولة ونقلنا الوقت ده استفاد بمحمد عبد المنعم، الونش الصاب لقينا محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم لا قدر الله او حجاز لقينا محمود علاء، فبدات الشكل العام لمنتخب مصر بدا يظهر. يعني دي الحسنه في وجوه جديده، في اكتشافات نفعتنا بعد كده النهارده. وكمان كل لعيب بينزل بيثبت وجوده بشكل، حتى لو لعيب زي محمد صلاح ومن احسن لعيبه برضه عايز يثبت وجوده اللي هو أكيد. مهم. كل لعيب موجود النهارده والمباراة اللي فاتت والمباراة كلها على فكرة، عشان برضو ممكن يكون الأداء ما كانش عاجبني، لكن أنا عارف بخبرات اللي أنا لعبت 3 بطولات أمم أفريقية، كل ما بتلعبي في بطولات زي دي وكل ما أنت بتاعي لدرجة أعلى كل ما التجانس بيزيد وكل، فالنهاردة اللي أنا شايفه اللعبة كلها لو جينا إن عمر كان لاعب واحد بقى من يعني أكرم توفيق ربنا يشفيه ويعافيه اتصاب، بقى عمر كمان لاعب واحد طيب عمر كمان لاعب واحد لو حتى خد إنذارين أو لا قدر الله حصل حاجة، زيزو يلعب في المكان ده كمان. يلعب بقرايد يعني انا عندي الراجل بقى عامل توليفه كويسه قوي وعمل ونفذ طريقه 4-3-3 اللي احنا مش عارفين الدليل اللي هو ما عادش بيستفاد بعبد الله السعيد اللي هو المفروض تمركزه رقم 10 الطريقه ما بيغيرهاش، وعنده كمان في الاطراف في عندك زيزو وفي عندك رمضان وفي عندك مرموش وفي عندك تريزيجيه بقت محمد صلاح وعندك في الفيرود عندك مروان حمدي وعندك مصطفى محمد وعندك محمد شريف، يعني انا شايف الحمد لله ما فيش تاثر او حد هيتاثر او المنتخب هيتاثر بلعيب الصاب احمد حجازي النهارده عمل اللي عليه وخرج نزل محمود علاء بيأدي وأداء رجولي، فخلاص ما عدناش مستنيين يعني ما فيش لعيب اسمه اللعيب اللي احنا نقول طلعوا الصاب او بعد هتبقى مشكله كبيره، بقى في بديل انا معاكي كلهم، بس برضو لازم نحط محمد صلاح برضو ما زلت بقول لك مهم جدا مع منتخب مصر وفارق جدا اللي هو انا قلت لك بيسيب مساحات لزمايله لو حتى هو مراقب بيفيد زمايله، فكلهم عملوا عليهم مش عايز انسى حد النين هايل ماشي بخطوات كويسه جدا والنين كان في كوت ديفوار يمكن كان هايل واخد احسن لاعب تقريبا في المباراه وعندك السلامه موجود حمدي فتحي الصاب دخل ايمن اشرف قدم، انا اول ما شفت ما كنتش مرتاح سبحان الله والله، يعني مش عشان ايمن اشرف مش دي يعني دي يمكن اخطا خالص، يعني كنت اقدر استفاد بزيزو كنت اقدر استفاد باي لعيب في المكان ده، ليه مهند لاشين
لكن اللي انا ومع ذلك برضو التغييرات اللي اتعملت والتمركزات نرجعت تاني على ذكر التغييرات، وهاخد راي كابتن عصام في الموضوع ده. دايما بيلام كروش على ان التغييرات شحيحه يعني بطلوع الروح بالنسبه له، وفي كوت ديفوار كان اللعيبه مجهده يعني في تاني في الشوط الثاني كانوا خلاص يعني على الاخر، لكن برضو متاخر في مساله التبديل. كلمتني عن زيزو من شويه، زيزو يدخله كم مش عارفه كم دقيقه كده وتمام قفش، يعني في ناس اللي هو انت فين وبتاخر ليه في التغيير؟ هو ده وجهه نظره. ليه بقى؟ ليه وجهه نظره؟ علشان برضه هو احنا شايفين، هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. خلي بالك احنا بنبقى كلنا واحنا قاعدين في حاجات بنبقى متفقين عليه، وفي حاجات كل ما الوقت يعدي تقول لها توا كان صح. ده كان عنده صح. ليه؟ اتقابل النهارده لو كان احنا كان سرطان كان لسه ناقصنا تغيير على فكره. مش لازم اعمل الخمس تغييرات بتوعه والست تغييرات حتى لو فيكسر. طيب انا طالما انا ماشي كويس واللعيبه قدامي الاستشفاء بتاعهم كفر بتاعهم ماشي كويس ومؤدين كويس، هو سحب بس محمد صلاح عشان يضيع وقت بس اخر دقيقه عشان الحكم يصفر. فكلها كل ده لا، هو في حاجات كتير جدا النهارده الحمد لله تحتسب لهم موضوع منتخب مصر وكروش والناس دي كلها بصراحه كانوا رجاله على وعلى قد المسؤوليه. اخد راي بقى كابتن عصام في الجزئيه دي قبل ما نروح على الكاميرا. لا هو كروش انا بالنسبه لي يعني قناعتي بيه مش عاليه. يعني انا بتكلم في جزئيه، انا يعني بتكلم على منتخب مصر، هتكلم على حاجات ابعد من كده، هنروح ابعد من كده، لكن انا بتكلم على مدرب نفسه. هو زي ما بتكلم على اللعيب، اللعيب النجم الكبير او المبدع، هو مش كده. هو كمدرب مش نجم كبير ولا مبدع، هو نمطي، يعني هو نمطي وما عندوش حتى كمان في تغييراته او في اسلوب لعبه تطوير في الاداء خالص. يعني تطوير في الاداء في ايه؟ يعني هو ما عندوش تغييرات من جوه الملعب، هو ما عندوش تغيير في طريقه اللعب، هو مش مبدع في ده. حتى في التغييرات نفسها بتبقى متاخره كتير جدا. يعني النهارده مثلا على سبيل المثال لما بنتكلم في بطوله عربيه واحمد رفعت كان من افضل لعيبه البطوله كلها ما خدوش معاه. يعني بنتكلم مثلا على مروان حمدي ده كان بيلعب كل البطوله. لكن هنا في البطوله ديت ما بيلعبش خالص. بنتكلم على زيزو اللي هو يعتبر كل الناس على فكره كل متفق في كل تشكيله عايز تحط زيزو من البدايه او ما بيحطوش. هو بينزله اخر 10 دقائق. النهارده مثلا على سبيل المثال مصطفى محمد متساف في الملعب لحد الدقيقه 82 وهو خلاص، لكن انا التغييره متاخره جدا، فانا بنزل زيزو عشان العبه ناحيه الشمال، فمش هتاخد منه حاجه. يعني مش هتاخد منه حاجه لان خلاص طلع. فهو مدخل صلاح ونزل في اخيرا شمينا ريحه ان في رمضان صبحي موجود في البطوله. وده لعيب مهم وكبير جدا جدا جدا. انا بتخيل ان رمضان صبحي لو موجود في النادي الاهلي كان زمانه بادئ كل المباريات من البدايه. لكن ليه كده يا كابتن؟ بس برضه هنرجعها اهلي. مش عايز ارجعها والله خالص. انا عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل في النهايه ان انا عايز استخدم كروش مش عنده اهلي وزمالك. لا لا مش في القصه. انا قفشه وطارق حامد يعني قصه اهلي وزمالك. وطارق كمان مثلا على سبيل المثال طارق كان لابد يكون موجود في البطوله مثلا، وطارق مش موجود في البطوله. لكن انا ايه، مش عايز اقول حاجه ممكن الناس تتاثر، لا انا بتكلم في جانب اخر. المباريات اللي حصلت بالنسبه هو سمع ورضخ وبدا يلعب ايه بحاجات. يعني ايمن اشرف ايش عرفه هو ان ايمن اشرف بيلعب نص ملعب ناحيه الشمال؟ يعرف منين كروش الكلام دوت؟ ما يعرفوش. لكن اتقال له زي ما اتكلم ياسر في جزئيه مهمه ان الجهاز المعاون نفسه سمع وصل الكلام ان هو ممكن يلعب ناحيه الشمال يقفل على اشرف حكيمي، وهيبقى عنده الخبرات اللي هو لا ماتشات الحاجات دي كلها مش بتاعته. لكن انا بتكلم ايه، ان هو مصمم على الطريقه بتاعت 4-3-3 مش هيغيرها. عشان كده احنا بنقول بس شفنا المغرب النهارده غيرت طريقه لعبها كذا مره في الماتش. ما هو انت بتغيري على حسب بقى المعطيات، او دي بتبقى يعني معلش هي دي بتبقى من اللعيب نفسه انه شايف الماتش ماشي ازاي، ولا دي من المدرب ان هو يعني في مرونه العب على حسب ما الارض عندك بتقول. هي المرونه التكتيكيه نفسها ان انا اقدر اغير. لا ده بقى المدرب بيقولها للعيبه، ولا اللعيبه هم اللي بيتصرفوا؟ لا المدرب في في انضباط تكتيكي جوه الملعب. انضباط انا قايل لكم تعليمات تنفذ التعليمات كل واحد في البوزيشن بتاعه. طيب لكن ممكن في حاجه لا مركزيه، انا ممكن انا اغير مع ياسر وياسر يغير مع عصام في الجزئيه دي، بس كل واحد يبقى في البوزيشن بتاعه يؤدي نفس الدور. بس بعد كده مع اللعب وانا مثلا في وضع دفاعي لازم ارجع مكاني تاني عشان ادي دور كما ينبغي. هي النقطه اللي انا عايز اوصلها ان انا كيفيه استخدام الفتره دي في ماراثون ماتشين ورا بعض 120 دقيقه، فلازم استخدم اللعيبه كلها. يعني لما انا بنزل محمود علاء لان انا دلوقتي عندي حجازي وعندي الونش اتصابوا، فمحمد عبد المنعم موجود، فاستخدمت ايمن اشرف واستخدمت محمود علاء. طب ده لايه؟ عشان ابقى جاهز للي جاي، لان لسه في ماتشات ثانيه جايه، لان ممكن الحجازي والونش ما يبقوش موجودين. في نفس الوقت بحط رمضان صبحي عشان يبقى ريزيرف موجود معايا، عشان يبقى موجود عمر مرموش وموجود تريزيجيه كمان بدا يفوق. برضو من المكاسب النهارده ان تريزيجيه المباريات بتاعت البطوله دي اعداد ليه
وبدا كل شويه بيعلى لحد ما النهارده كان حظ وحش في ماتش كوت ديفوار. ما هو بعدين سجل النهارده. ما هي بقى بصي بتيجي ازاي ورا بعضها. بتاخدوها على اعصابكم ولا المره الجايه؟ ايوه ما انا فاهمه ان اللعيب اللي هو لو انا ضاعت مني يبقى في الماتش اللي جاي هجيب. مش عايز انسى محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم برضه وابو جبل وفتوح وعمر كمال عبد الواحد، اسماء مهمه جدا، وحجازي والشناوي قبل ما يصاب. دول اسماء مهمه جدا. ساعات احنا بنقول كل اللعيبه بس لازم نذكر دول بالاسم، وبخص اكتر محمد عبد المنعم ده اللي هو الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار ان هو كان سجل هدف التعادل وسجل في الخمس ضربات الجزاء، كان موضوع الثبات صعب جدا. والنهارده الجول الاولاني بتاع رجوع مصر دوت من محمد عبد المنعم. عارف محمد عبد المنعم ده مواليد كام؟ مواليد 99. يعني بتتكلم في 22 سنه. ما انا بقول لك اصغر لعيب يعتبر تقريبا. لكن شابوه للولد دوت، مكسب كبير جدا. كابتن وليد برضو شايف مين نجوم المباراة النهاردة؟ هو الحقيقة احنا منتخب مصر بيلعب بمنظومة. يعني احنا ابعد ما يكون عن الفرديات، وهو تألق اللاعب دايما بيبقى جزء من المنظومة. حتى تألق محمد صلاح برضو جزء من المنظومة اللي مرسومة له. محمد صلاح بالمناسبة رغم نجوميته ورغم تألقه الكبير ورغم اسمه، لكنه دايما من اكتر اللعيبة الملتزمة دايما بخطة المدرب، وده اللي بيخلي واحد زي يورجن كلوب بيحبه جدا ودايما يدافع عنه ومتمسك بيه، لانه جزء مهم من منظومة ليفربول اللي هي بتلعب 4-3-3 بالمناسبة نفس طريقة اللعب دي. وعشان كده النهاردة لو جيتي تقولي مين النجم، لا هي المجموعة اللي كانت النجم في خط الدفاع، كل اللي لعب في خط الدفاع سواء بدايه صلاح ورجل المباراه اهو النهارده قدامنا على الشاشه. طبعا ليه كل التحيه الحقيقه، فخر العرب وفخرنا جميعا، يعني ربنا يحميه يستحق. هو راجل صنع واحرز وتحكم، وكان جزء من التحكم في برضه المباراه ما كانتش سهله. انت بتلعبي المغرب، والمغرب فعلا منتخب قوي وعندها مدير فني خبير، الراجل هاليلو زيتش ده، ومحترفين. اشرف حكيمي ده احسن باك يمين في العالم. بسوفيان بوفال ده اكتر لاعب في نهايه السنه في شهر 12 عمل مراوغات في اوروبا كلها مع انجيل فرنسي. عندهم ادم ماسينا ده نجم في واتفورد، نفس الحكايه سفيان مرابط في فيورنتينا، وكلهم اساسيين في فرقهم. وكلهم يوسف النصيري ده واحد من اهم المهاجمين في الليجا في الدوري الاسباني مع اشبيليه. اشبيليه ده اللي يعني بينافس دايما في الليجا، بينافس دلوقتي ريال مدريد. فياسين بونو اكتر حارس السنه اللي فاتت في اوروبا خرج بشباك نظيفه في اوروبا كلها، في كل الدوريات الاوروبيه الكبرى. فانت بتلعبي منتخب بجد قوي. هاليلو زيتش خد الجزائر، شفناه في كاس العالم مع الجزائر قبل كده. فانت بتلعبي منتخب قوي، ففكره ان انت تكوني الافضل على مدار فترات المباراه والاكثر فرص والاكثر استحواذ، فدي منظومه. اللعيبه كلها النهارده بجد من اول حارس المرمى لحد راس الحربه. مصطفى محمد يمكن صبر عليه شويه عشان بيقوم بادوار دفاعيه في وسط الملعب، يمكن شريف ما كانش هيقدر يعملها، لكن برضه مصطفى احنا محتاجين منه، لان مصطفى لو فورمه لا احنا الفرص اللي بتضيع مننا دي لا هنسجل منها. يعني مصطفى لو فورمه تاكد ان احنا كنا خلصنا النهارده المباراه. المهاجم الصريح بتاعه، المهاجم الصريح بتاعه. لكن هو ليه ادوار ثانيه بيعملها، وبيعملها الحقيقه بتالق. فبالنسبه لي المنظومه كلها الحقيقه كانت متالقه، ما اقدرش افضل لاعب على لاعب. لكن ارجع تاني ليه القياده لمحمد صلاح طبعا في الملعب مهمه جدا. تريزيجيه الهجوم اللي كان عليه وكلامه لا مش فورمه وما ينزلش، المباراه اللي فاتت نزل قدم مباراه كبيره جدا. النهارده نزل ملا الحته الشمال سواء في وسط الملعب او في الجناح، خد كوره من محمد صلاح شاطها كان ممكن يجيب هدف لمنتخب مصر اللي عدت من جنب القايم، وهو اللي احرز طبعا هدف الفوز بتحرك ذكي جدا، ويأخر نفسه ازاي عشان ما يطلعش اوف سايد، والبصه بتاعت محمد صلاح عليه واللينك اللي حصل بينهم. لا يعني النهارده كل اللعيبه نجوم ولازم نحييهم الحقيقه. الحمد لله يا رب. طيب لو اتكلمنا على اللي جاي، بس الاول في ضوء برضو ان احنا عندنا مبارتين اهو، مبارتين اربع اشواط. فلما نتكلم على زي ما كان الاستاذ وليد بيكلم الفورمه، ان برضو اجهاد واللياقه البدنيه تبقى اخبارها ايه؟ يعني احنا كنا بنقول دايما احنا منتخبنا او في الكوره عندنا عامه اول شوط ماشي، تاني شوط في نص تاني شوط ده بنلاقي خلاص الناس ايه ريحت. يعني 90 دقيقه اخرنا زي ما بيتقال كده. لما اتكلم على اربع اشواط، والمره فاتت كنا ضربات ترجيح، والنهارده اهو برضو اربع اشواط، هنا بتكلم على محور اللياقه البدنيه في ضوء او واحنا بنتكلم على مواجهتنا مع الكاميرون، هل في حاجه في الجزئيه دي اتغيرت؟ لا هي ما فيش حاجه اتغيرت. انت عارفه الماتشات اللي هي بتبقى مجمعه دي والبطولات اللي بيبقى كل يومين ثلاثه في مباراه بتتلعب. فلو ما كانش انا معايا جهاز طبي على اعلى مستوى اللي بيرجعني للاستشفاء دي بسرعه، تمام، وبيبقى الحاجات دي كلها وموجوده خلاص، يعني الحاجات دي كلها الكفر بيبقى موجود، اللي هي الحاجات اللي بيبقى يعني بديكي برضو حاجات خلفيات الناس عشان تبقى عارفين الاغلبيه، اللي هي الكفر بقى بتاع الاستشفاء اللي بيبقى زي حاجات فيها ثلج، ساونا، تدليك،
حاجات كتير جدا، بيشربوا حاجات بتخليه يرجع بسرعه للاستشفاء بتاعته، حاجات طبيه واخده موافقات في البطوله نفسها عشان مش ممنوع. في حاجات في حاجات بتبقى ممنوعه، فانت ما ينفعش تاخد حتى لو انت عندك يعني اي حاجه في البطوله، لازم من خلال الدكتور، والدكتور يبلغ اداره البطوله ياخد البرشام ده ولا لا. لو مثلا حاجه عندي برد عندي ممنوع، فعشان كده عشان لو انت دخلت في اي حاجه فيها منشطات ممكن تاخد حاجه فيها منشطات وانت ما تعرفيش، فممكن تضر الفرقه بتاعتك. فعشان كده بتبقى الامور بتبقى صعبه. طيب احنا الوقت احنا اللعيبه دلوقتي طيب الاصابات معلش انت عندك حضرتك كنت عايز تتكلم في الجزئيه دي لان فعلا حارس المرمى انت عندك ادي الشناوي وادي ابو جبل في اصابات ما ينفعش، بتبقى اصابات بتبقى محتاجه من اسبوعين لثلاثه وممكن تزيد. لكن حضرتك بتكلم في ايه مثلا؟ اصابه مثلا ابو جبل ممكن يكون ده اجهاد، هيبان امتى؟ هيبان عارف بكره. عارف اتقال لك ايه بقى يا كابتن؟ هو مش اجهاد بس من الماتشين، اتقال لك ممكن يكون ده اجهاد وضغط عليهم في التدريبات وفي الفتره القصيره اللي بين احنا مش متعايشين معاهم. دي اللي يطلع يرد فيها الكابتن عصام الحضري. طب ده الخوف من ده يعني على اللي جاي ازاي؟ يعني لا مفيش تعافي بقى لا كل ما على فكره هي الحاجه الوحيده اللي هم الكابتن عصام كان فيها الكاميرون هي اللي خدت الطريق اللي هو ما اعتقدش اللي هم كملوا في اكسترا تايم خالص. مفيش خالص. لكن مصر لعبه اكسترا تايم ورا بعض وعدت الدور، يعني لعبنا كوت ديفوار ولعبنا اكسترا تايم وعدت. لعبنا المغرب النهارده واكسترا تايم، وهلعب يوم الخميس تاني ماتش. فالامور هيبقى في اجهاد وفي تعب، بس نتمنى ان شاء الله باذن الله في وقت من الاوقات انت ممكن بلغه الكوره تدوس على التعب وتحس ان البطوله بتقرب، واللعيبه لو راحت من البطوله بتتعب، فكل ده بيرفع من روحهم المعنويه. لكن هو في الاول وفي الاخر انا هلاعب منتخب قوي، التعب بتاع ده زي ما احنا الاستشفاء كانت كويسه جدا في كوت ديفوار، واعتقد هي ظهرت النهارده. ممكن يكون اللي عند ابو جبل ده مش ملوش دعوه بالاستشفاء، ده حارس مرمى ممكن يكون الضغط العصبي، كابتن عصام الحضري بيبقى عايز حاسس ان في حاجه هي ناقصهم فعايز يزود معاهم، فدي ممكن تيجي عليهم بس في يومين على يوم الاربعاء ممكن ابو جبل الشناوي صعب مش كده؟ هيبان بكره مش ما حتى على فكره الخميس الاصابه لما بتيجي لاي لعيب ما ينفعش يشخصها في نفس اليوم. لازم تهدى خالص العضله ويبدا يعمل اشعه ويبدا يبص عليها. ما هو الشناوي واضح من الماتش اللي فات وهو ما لعبش النهارده، فابو جبل ايه خلاص الشناوي اكيد بالنسبه له الشناوي خلاص لو ابو جبل اجهاد ممكن يدخل، لو اجهاد في العضله جبل اجهاد بس مش اصابه، ممكن يكون اجهاد بس ممكن يكون عايز يدوس على نفسه، ممكن لو رايح يوم واثنين مع الاشعه ممكن تكون حاجه بسيطه ممكن لها علاج. برضو كل ده الدكتور اللي موجود هو اللي بيحدد بكره اصابه ابو جبل اذا الشناوي لك من اسبوعين لثلاثة. يعني ابو جبل الاقرب الاقرب يعني على الاصابه دي لو هو ادى اداء رائع جدا لا يعني عن الشناوي ممكن تكون شويه خلاص مش هيكمل الشناوي ابو جبل ممكن في خلال يومين دولت مثلا يبقى بس هو اكتشاف ابو جبل طبعا مفيش كلام ان هو طبعا من يعني هو قلت لك ابو جبل في الوقت القليل اللي نزل فيه ده بقى حديث الشارع المصري كله. يعني انا بنتكلم حتى كمان لو ادينا بناط من 8 للشناوي 8 من 10 ندي لابو جبل 9 عشان هو شال كوره كانت هدف وضربات الجزاء، هو كمان وصل المنتخب كمان بشكل كبير في وقت قليل ما دخلش فيه الاجواء بتاعت البطوله. مباراه الكاميرون نفسها اللي جايه ديت على فكره الخوف كله من التحكيم والاجهاد. بس هو ياسر اخد من كلام ياسر نقطه مهمه جدا لان احنا عشنا ده اللي هو ايه؟ ازاي تتغلبي على الاجهاد؟ ايوه هو طبعا بنعمل ريكفري دوت بنعمله والاستشفاء والزامة والتشخيص واللعيبه المصابه ونرجع الناس بسرعه ونعمل كل ده بسرعه نقرب الناس القريبه من الملعب زي مثلا الونش الحمد لله دخل التدريب الجماعي بس حتى كمان وليد قال ان هو عشان لسه مش فت قوي لكن ممكن في خلال 3 4 ايام هيدخل الجيم الجاي ان شاء الله كده تدينا دفعه. لكن انا عايز اقوله ايه؟ السبق التسابق بتاع اللعيبه انها عايزه تبقى موجوده في الفترة اللي جاية دي والروح المعنوية العالية بتغلب ساعات الإجهاد والإرهاق وبتخلي برضو ساعات يبقى فيه إنذارات. فلو نتكلم على يعني برضو جزئية الإنذارات دي وتتأثر علينا إزاي برضو بالنسبة لمباراة الكاميرون أو نحن نوصل إن شاء الله نكمل البطولة. ساعات لما بيكون في إجهاد الإجهاد بيخلي اللعيب بيبقى عصبي متوتر. أيوه فبتخرجك عن حاله التركيز فبيبقى في عصبيه في الاداء. فده اللي بيخليك ممكن يعمل انذار. احنا وضعنا ايه بالنسبه للانذارات؟ عندنا قد ايه انذارات يعني؟ احنا عندنا لا في زي مثلا يعني هل في حدود الامانه يعني هل في لعيبه مهددين ان هم ما يكملوش؟ يعني لو انا حاطط انذار بيتشال في الماتش اللي بعد ال 16 يعني على كده احنا دلوقتي
في ماتش كوت ديفوار احنا ممكن اللعيبه خدت انذارات عندنا والماتش ده ممكن يكون خد انذارات لو كملوا الانذارات بتاعتهم الثلاثه دول يتوقفوا في الماتش اللي جاي. لو خد بس احنا الحمد لله اعتقد ان وانا داخل يعني بسيط كده ما عندناش حد عنده انذارين يعني ان شاء الله كلنا هنلعب الكاميرون ان شاء الله. لكن لو معلش الحته دي يعني احنا كلنا كله انذار واحد. لكن لو لا قدر الله في ماتش الكاميرون خد انذار اصفر ثاني وكان عنده انذار قبل كده هيتوقف النهائي لو صعد. عندك كام لعيب واخد انذار؟ لا احنا عندنا مجموعه كبيره النهارده يعني قولي ما عندك في التشكيله 5-6 مثلا مش اقل من 5-6 عندهم انذار. بص مش هتفرق يا كابتن يعني هو في الاخر الناس انا متاكد هندخل ماتش الكاميرون محدش حاطط في دماغه عنده انذار ولا ما عندوش. وصلت للنهائي خلاص اي حد هيلعب باذن الله. طب كلمنا بقى عن الكاميرون ندخل بقى على الماتش اللي جاي اخبار الكاميرون ايه؟ شوفي اصعب ماتش بالنسبه لي واكتر ماتش انا متخوف منه هو ماتش الكاميرون. ليه؟ مش علشان الكاميرون منتخب حلو في العموم لاننا لعبنا منتخبات قويه زي كوت ديفوار والمغرب وكنا قدها وعدينا، ولا عشان كمان هو صاحب الارض وكابتن عصام اتكلم في موضوع التحكيم وربنا ان شاء الله يعني ينزل لنا حكم كويس عشان يا بس يعني احنا عايزين عداله مش اكتر، لكن لان احنا بنعاني مع المنتخبات البدنيه. منتخب الكاميرون احنا المنتخبات الفنيه ما عندناش مشكله لان احنا بنفهم كوره لعبتنا بتعرف تنفس كويس وبالفنيات اللي عنده كوت ديفوار والمغرب احنا قدرنا نعدي، لكن منتخب الكاميرون منتخب بدني قوي جدا. زي نيجيريا اللي هرانه ده نيجيريا كان بقى جمع بين الاثنين في الماتش ده علقه لولا كانت بدايه برضه خلي بالك كانت بدايه طبعا لسه بتستكشف الاجواء والبدايه. طيب بس انت خايف من اللي هي موضوع القوه البدنيه. عندهم سرعات في كل الخطوط عندهم مثلا جبهه يمين وكان حظ فتوح ومرموش ان دايما الجبهه اليمين اللي باللعبه بتبقى قويه. عندهم كولينز فاي ده الباك اليمين ده نفاسه يعني الهاف اليمين اللي قدامه كامبي اللي هو جاب 5 اجوال لحد دلوقتي بيلعب مهاجم تاني واحيانا جناح يمين وتسعه تقريبا اللي هو 12 و10 اللي هو بنسو ابو بكر اللي جاب 6 اهداف ده هداف البطوله لحد دلوقتي حاجه برضو يعني صعبه جدا. بس النقطه اللي ذكرها وليد دي مهمه جدا صحيح اللي هي منتخب البدني دوت دي حقيقه. انت عارف ليه انا اصل انا افتكرت بطوله 2017 يا كابتن 2017 لما وصلنا للنهائي اكتر فريق تعبنا بوركينا فاسو في قبل النهائي يعني احنا عدينا المغرب وكسبنا كان جون قهر لانه عليك. منتخب بدني برافو عليك فمش فني عشان كده احنا كسبنا المغرب تونس جدا جدا بس انا كنت متوقع والله مش عارف لا 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 ايه بوركينا فاسو ايه الاجسام دي ايه القوه البدنيه دي كاميرون كده يعني دول منتخبين مميزين قوي في القوه البدنيه فعشان كده دول عايزين تحضير مختلف وطبعا سرعات طبعا سرعات وقوه بدنيه والتحامات وبعدين هم عندهم بيعملوا زياده عدديه في الهجوم وفي لحظه ارتداد عكسي بيرجع لك فدول عايزين بقى تعامل مختلف تماما غير المغرب وكوت ديفوار مش فنيات معلش قول لي بقى يعني لو كيروش استمع للكلام ده ايه اللي يتغير؟ الحمد لله طبعا الماتش اللي فات تمام زي الفل بس ايه اللي يتغير مع الكاميرون بظروفها دي؟ اولا مع الفرق البدنيه وطبعا والكابتن ياسر والكابتن عصام اساتذتنا في الحته دي ما تجريش الجيم لمواجهات بدنيه يعني ما تحطيش محمد صلاح في مواجهه بدنيه مع ما تطوليش الكرة. ما هو الفكره ايه انت ما تطوليش الكره في رجليك عشان تضطر يبقى في صراع واحد على طول واحد ضد يعني. اثنين صلاح بيقدر يتعامل ده مجرد مثال يعني المره اللي فاتت كده لا بس عنده خبرات خلاص عنده خبرات كبيره بيقف على الكوره وبيحجز بجسمه وبيجمع اثنين حواليه وبعدين يبص فاحنا محتاجين نلعب من لمسه واحده محتاجين يكون دايما عندنا زياده عدديه عشان برضو احنا كاجسام وكسرعات هم هيبقوا اعلى مننا فاحنا محتاجين نبقى دايما زايدين بواحد. ده يترسم ازاي بقى في الملعب ده طبعا شغل مدرب وشغل لعيبه بس بالفعل هتكون مباراه صعبه محتاجه تحضير كويس كويس ان احنا نلعب الخميس مش الاربع الحمد لله فعندنا يوم اضافي يعني نستريح فيه. عوده حمدي فتحي مهمه جدا في وسط الملعب ان شاء الله يكون قادر. عوده الونش مهمه في قلب الدفاع وبقيه التشكيله ان شاء الله قادره ان هي تعمل جيم كويس. هي السيناريو نفسه هرجع تاني لكوت ديفوار يعني وانا بلعب منتخب الكاميرون مع الاجهاد اللي عندي ومع بعض المشاكل في الخطوط لازم اضايق المساحات مع منتخب الكاميرون ما اقدرش افتح الجيم لان انا لو فتحت الجيم هيبقى في معدلات جري كتير عاليه جدا فهتاخد مني من هتاخد مني من المخزون البدني يعني انا عندي مخزون بدني دلوقتي بقى عندي مثلا 40% هتاخد مني المخزون انا عايز اكمل ال 40 ده اكمل بيهم المباراه بس بنفس الباور بنفس القوه بشكل كبير لازم اضايق المساحات عشان اقدر ان انا ما ادلهمش هم عندهم سرعات قدام حتى كمان وليد يمكن عارف الاسماء قدام انا اعرف منهم ابو بكر اللي هو رقم 10 ده هداف كبير قوي كامبي 12 كامبي ده هداف برضه جايب 5 اجوال هم جابوا 12 11 جول ابو بكر جاب 6 وكامبي جاب 5 يا خبر يعني هم دول بس نخلص منهم في الجيم خلاص وبعدين اطول ما يلعبوش دول ما يجوش وبعدين اطول اطول وسرعات وسرعات احنا نقعد بقى ايه نقول عليهم احنا نقعد نقول ايوه هي دي بص قران نمسك المصحف احنا في بوركينا فاسو انا نازل
الاكسترا تايم بتاع كوت ديفوار برضه الشوط الثالث انا جنبي اللاعب اللي كان بينزل نازل جنبي لاعب كوت ديفوار والله الارض كانت بتهز جنبي وكسبناهم خلي بالك يعني الموضوع بقيت اقول احنا جامدين انت بتتكلم قوه بشريه مش طبيعيه وكسبنا يعني مباراه ملحميه ضربات الجزاء كانت بتطلع فوق بتاعتهم طبعا من قوتهم بقى لا فجت من كده قفلت خلاص زي ما بيقولوا احنا بنقعد ندعي عليهم فعلا صح خلي بالك والله ربنا يكملها على خير ان شاء الله ان شاء الله نكسب كاميرون باذن الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله متفائله لا خلاص اتفائل لا اتفائلت كده بسطونا واسعدونا الحمد لله وان شاء الله يعني اللي جاي يكون افضل باذن الله ونكمل على الكاميرون وناخد البطوله باذن الله تعالى انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن ياسر ريان كابتن عصام مرعي استاذ وليد الحديدي ناقد رياضي شكرا جزيلا لحضراتكم وان شاء الله يعني يوم الخميس نقعد باذن الله يا رب ونحتفل ونتكلم ونقول مبروك لمنتخبنا ويكمل على خير البطولة وتبقى من نصيبنا بإذن الله تعالى. شوفكم على كل خير وألف مبروك.